طيب نشوف مع بعض الصور الأولى للإرهابي منفذ الهجوم. هذا هو الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه بعد إصابته، وهذه هي صورته. هذا الإرهابي الذي نفذ هذا الهجوم حتى الآن الذي أذعنا على حضراتكم، يعني طبعا حتى الآن 9 شهداء و10 مصابين، ويعني سنظل نعرض لكل ما يستجد، وسنظل نقاوم، وسنظل نتصدى، وسنظل نتحدث. يعني هذا العرض هو نوع من الفضح لمن ينفذون هذه العمليات ضد وطنهم وضد شعبهم ومحاولات الإيقاع، حتى وإن تحلوا بفكرة أنهم يعني قد يلبسون رداء دينيا أو قد يتحدثون بلسان يعني ديني أو آخر، يعني هذا إرهاب محض بحت، وبالتالي علينا أن ندحضه وأن نقاتلهم. والحقيقة حينما يقتل إرهابي زي ما أستاذ أسامة كان بيقول، لا تقول قتل ولكن قولوا نفق، يعني أنه ليس حتى من البشر، لأنه لا يرقى إلى مستوى البشرية. نفق مثل الدجاج والبهائم وغيرها، لأنه لا يرقون إلى هذا المستوى البشري الذي يعني يجب أن يكون الناس عليه.